لياتانيا محطاتنا لليوم مع التميز السوري بكافة المجالات وبالأخص المجال العلمي والطبي. من أيام قليلة انتشر خبر لطبيب سوري يدعى خالد العوف اللي سجل براءة اختراع جديدة لابتكاره بطريقة وجهاز بناء ذاتي لعظم الفك السفلي ثنائي الجانب الذي يقدم فرص شفاء أعلى لمرضى لفقدوا جزء أو كل الفك السفلي جراء إصابات رضية أو مرض. لنتعرف أكثر على الابتكار واستخداماته بصنع يشاركنا صباحنا لليوم الطبيب خالد العوف، أخصائي جراحة الوجه والفم والفكين في مشفى الشرطة. يسعد صباحك صباح الخير ومبروك الاختراع. الله يبارك شكرا فيك. لك كمان. أهلا وسهلا ومرحبتين. الله يبارك فيك. سعد صباحك حكيم ومبروك الاختراع الجديد. يعني اليوم نحن هيك الصبح حاطين هالجماجم قدامنا لحتى نتعرف اكثر على الاختراع ويلي حضرتك يمكن عملته. خلينا بالبدايه نحكي عن هيدا الاختراع ومبارك لك هيك من القلب. الاختراع هو اختراع جديد ومهم جدا، يتعلق ببناء الفك السفلي، جسم الفك السفلي احادي وثنائي الجانب. بالحقيقة هذا الاختراع هو عبارة عن طريقة جراحية جديدة وجهاز جديد لبناء العظم ذاتيا. يعني نحن بهذا الاختراع الجديد نستغني عن أخذ الطعوم العظمية من مناطق بعيدة من الجسم وما لها من مشاكل ونسبة فشل عالية، نستغني عن جر الشرائح البعيدة للنسج المخاطية والرخوة. نحن بنقوم بنفس المنطقة تبع الفقد ببناء العظم ذاتيا، يعني بنحرض العظم على البناء الذاتي ونقوم بإعادة المنطقة كما كانت. والحقيقة هذا شيء كتير كبير وشيء أساسي عند خاصة الإصابات الرضية والحربية أو المرضية. يعني إذا إنسان مثلا أصيب بأي عارض حادث مثلا أو طلق ناري أو أي شيء، فقد جزء من الفك السفلي، من جسم الفك السفلي. التعويض بالحقيقة عن الفك السفلي أو جزء من الفك السفلي شيء معقد جدا وصعب. ليش؟ لأنه الفك السفلي هو العظم الوحيد من عظام الجمجمة الـ 21، هو العظم الوحيد المتحرك وحركته ثنائية، يعني له مفصل يمين ومفصل يسار. فهذه الحركة المعقدة للفك السفلي تجعل التعويض عنه إذا فقد جزء منه شيء معقد جدا وصعب. بالحقيقة نحن يعني نتيجة الأزمة جانا مرضى عديدين، وهذا الاختراع بالحقيقة بيقدم لهم يعني خدمة ممتازة وحل للمشاكل الوظيفية والتجميلية للفك السفلي. نعم، يعني 7 سنين استمر طبعا. نعم. هذا الجهد لوصلت للاختراع متزامنة مع ظروف الحرب الصعبة اللي كانت على سوريا. قد كان الدافع لإلك طبعا بأنك تعمل هذا الاختراع، وخاصة الإصابات خلينا نقول الحربية اللي كانت تجي طبيعتها؟ قد كان عندك دافع لتساعد هالناس يمكن تجاوز هي الإصابة؟ بالحقيقة الشيء اللي بيلفت للنظر انه نتيجة الأزمة الحالية اجانا يعني راجعنا مرضى عديدين كانوا عم يشكوا من فقدان جزء من الفك السفلي، واجريت لهم عمليات عديدة. بالحقيقة للأسف يعني الطعوم المنقولة من مناطق بعيدة من الجسم، يعني نحن بالأساس كنا ناخذ طعوم عظمية، يعني إذا الإنسان فقد جزء من الفك كنا ناخذ طعوم عظمية إما من الضلع من الصدر أو نأخذ من العظم الحرقوفي، من نتوء الحرقوفي نأخذ جزء من العظم، أو من الفيبولا، يعني عندنا عدة مناطق نأخذ منها الطعم العظمي. لكن وضع الطعم العظمي في الفك السفلي إذا كان حجم كبير شوي غالبا يعني ما يمنى بالفشل، نسبة فشله عالية جدا. لذلك المرضى يعني يتعرضون لعدد من العمليات كبير. هالعدد من العمليات الكبير يؤثر على الإنسان من الناحية الوظيفية والجمالية والنفسية. يعني الإنسان إذا خضع لعدة عمليات كبيرة وبالحقيقة ما استفاد أو انتكس، هذا شيء يعني يؤثر عليه بشكل كبير. أنا يعني فكرت بطريقة، يعني خطرت في بالي فكرة جديدة، وفكرت بطريقة أنه نحن يجب أن نقوم ببناء العظم ذاتيا من نفس المنطقة. وطبعا بناء العظم الذاتي بسموه osteogenesis destruction، يعني الطريقة هي اللي نحن بنبني فيها هي طريقة نسبة نجاحها عالية جدا. دكتور يمكن معنا جماجم، خلينا نعم. نشرح عليهم لنعرف أكثر عن آلية هذا الاختراع كمان، لأنه يمكن الشيء النظري شوي هيك إذا ما تطبق على نعم. من الصبح جماعة بالحقيقة إذا هيك خلينا بس هيك نفتلع الكاميرا طبعا. كنا ساعدناك بس يعني لا شغلة بسيطة حقيقة إذا نظرنا إلى هذه الجمجمة، هي شكل ترسيمي، هي شكل ترسيمي لمريض اجته شظية وفقد هالجزء هذا من الفك السفلي. نعم هذا الجزء
هذا بالحقيقة بالنسبة لنا هو جزء كبير جدا، يعني هذا التعويض عنه بطعوم بعيدة نسبة فشلها عالية جدا، بالإضافة لتهيئة السرير لهذا الطعم والنسج المغطية المغطية له شيء صعب جدا، ويعني يمنى بفشل عالي. أنا بالحقيقة الجهاز اللي اخترعته والطريقة، أنا الجهاز اللي اخترعته عبارة عن جهاز ثنائي الجانب، يعني يثبت في المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية، ونقوم أيضا بجزء ثابت يصل بين الجزئين، وهذا بالحقيقة إضافة لهذا الاختراع، يعني أضاف يعني شيء جديد وجوهري، أنه نحن نقوم بتثبيت قطعتين الفك بشكل جيد، لأن الفك متحرك، فالقطعتين يجب أن يثبتوا بشكل جيد. كنا نلجأ بالسابق نحط صفيحة للتعويض، نسميها ريكونستركشن، يعني صفيحة معوضة. هذه الصفيحة بالحقيقة بحاجة لفتح كبير من أسفل الوجه، أحيانا من أسفل الوجه. أنا استغنيت بالحقيقة عن تركيب هذه الصفيحة بالجهاز، أنا قمت بعبارة عن رابط قاسي جدا ومتين يصل بين الطرفين الثابتين في هذه المنطقة. هاي الجزء الثابت هذا قوي جدا ومتين، يستطيع أن يمسك الفك بشكل ممتاز جدا ويثبته. بالحقيقة أنا أجريت قطع عظمي من الناحية الخلفية وقطع عظمي من الناحية الأمامية. نقوم هذا عبارة عن مفتاح التوسيع، هالمنطقة هذه نقوم بتوسيعها من المنطقة الخلفية نحو الأمام، يعني نحن كل يوم نستطيع أن نبني العظم 1 ملليمتر في الطرف كل يوم. فنحن إذا كان عندنا فقط بالحقيقة من هون لهون 60 ملليمتر، فنحن بحاجة لكم يوم؟ كل يوم نبني 1 ملي. إذا عندنا 60 ملي كم يوم بدنا لنبني العظم؟ بالحقيقة نحن بحاجة إلى 30 يوم. ليش؟ لأنه نحن بحقيقة ثنائي الجانب، يعني نحن من الخلف نحصل على ميلي، ومن المنطقة الأمامية كمان في عنا الجهاز الموسع الأمامي الثنائي يبدي باتجاه الخلف، فنحن عم نحصل عن 1 ملي من الأمام 1 ملي من الخلف. فنحن إذا عندنا 60 ملي نستطيع أنه نبني الفك كاملا بهالمنطقة هاي خلال 30 يوم بشكل كامل. طب دكتور، هذا الاختراع من بعد يعني ما حضرتك اخترعته تم تجربه على أرض الواقع كم مريض؟ تمام، نحن بالحقيقة قمنا بتجربة هذا الاختراع. شو كانت المشاكل أو الثغرات يلي واجهت؟ تمام، بالحقيقة نحن أول ما هذا الاختراع أنا جهزته بالحقيقة وابتكرته وصممته أول شيء على الجماجم وأجريت هاي الحركات، يعني مثل ما شايفين نحن هون في عنا مفتاح التوسيع. عنا مفتاح التوسيع له فتحة علوية وفتحة سفلية، الفتحة السفلية هي المنطقة الأمامية والفتحة العلوية هي المنطقة الخلفية نستطيع التوسيع منها. بالحقيقة أنا جربت هذا الاختراع على عدد من المرضى الحقيقة اللي فقدوا جزء من الفك السفلي، والحقيقة كانت نتائجنا يعني بشكل نجاح منقطع النظير، ما عندنا نسبة فشل أبدا. والحقيقة هي بناء العظم ذاتيا إذا طبق بشكل صحيح ما في نسبة فشل أبدا. ليش؟ لأنه نحن عم نخلي المنطقة ذاتها تبني ذاتها بذاتها، يعني عم تبني النسيج العظمي بالإضافة إلى ذلك النسيج الرخو المحيط فيه يبنى. الحقيقة نحن نحصل على شفاء كامل وتام، ونقوم بعد فترة نحن عندما ننتهي من التوسيع نقوم بالحقيقة، وهذا الجهاز عبارة عن جهاز صغير يعني يوضع داخل الفم، نحن ما بحاجة لأي شق من الخارج، يعني نحافظ على جمالية الوجه وبنفس الوقت نقوم بالتوسيع. يعني هذا الجهاز عبارة عن قريب حجمه جدا من جهاز التقويم الذي يوضع داخل الفم، ولا يؤثر طبعا هيبة النأم لأنه المريض ويكون مسير للإطباق تماما وموازي له. ما في مشكلة بعمليات الإطباق ولا الأكل؟ ما في أبدا. لا هذا نفرض حتى لو الأكل قاسي أو شيء، لا ممكن هذا المريض يفتح ويسكر، ما في عنده أي مشكلة. أوكي. وبيحسن يمضغ بشكل جيد جدا. نعم. من دون ما أي إعاقة بالحقيقة للمريض أثناء استخدام هذا الجهاز. وهذا الجهاز بينشال؟ هذا الجهاز نحن بالحقيقة سؤال حلو، هذا الجهاز عندما ننتهي من التوسيع، ننتهي يعني من التوسيع بعد 30 يوم. تمام، بعد 30 يوم تقريبا هي إذا كان عندنا 6، هذا الجهاز نقوم بتثبيته بهالوضعية هي، يجب أن يثبت حوالي 6 أشهر. ليش؟ حتى يصير في عنا تعظم بشكل ممتاز، يعني صح نحن بدنا العظم لكن بيكون عنا العظم ما زال في طور النمو حتى يتصلب، مثل ما إذا إنسان صار عنده كسر في أحد المناطق بجسمه بيقوم بيثبتوه الكسر لفترة معينة حتى يلحم بشكل قوي ويتشكل إشبز عظمي قوي جدا. نزيل هذا الجهاز بعد 6 أشهر من تثبيته وترجع المنطقة كما كانت. طبعا إزالته بشيء صغير كثير لا يأخذ إلا يعني أثناء العمل الجراحي حوالي 30 دقيقة. نعم، خلينا نحكي كمان عن شيء بهم كل اللي عم يشوفونا هلأ وهو التكلفة. نعم. لا كاختراع سوري وجد لحل مشكلة الفك السفلي، الأسعار كيف رح تكون؟ هل هي متاحة للجميع ولا لا السعر غالي؟ نعم. هلأ بالحقيقة أكيد يعني ما رح نذكر السعر، بس إنه لا تقريبا نذكر إذا مرتفع ولا مرتفع. الحقيقة الجهاز في أجهزة بالحقيقة أوروبية هو أحادية الجانب
هو يعني المشكله بالجهاز. تمام، مشكله أوكي. بالجهاز طري اجراحي. في اجهزه بالحقيقه هي اجنبيه، عرفت شلون، وحاديه الجانب يعني، وبحاجه لصفيحه ايضا. لكن تكلفه هذا الجهاز، هذا الجهاز بالحقيقه بيكلف الواحدة إذا بدنا ثنائي جهازين يعني حاليا تكلفتهم بين 4000 إلى 5000 يورو أو دولار، أو شلون حسب الشركات المصنعة، وهي تكلفة غالية. غالية ويعني تأمينها من قبل المريض شيء صعب جدا، لأنه هالتكلفة العالية كتير. أنا بالحقيقة الجهازي اللي أنا اخترعته بالحقيقة أنا كلفني يعني ما بكلف أقل يعني خليني أقول 100,000 يورو، يعني حوالي 200 دولار أوكي. هو ثنائي الجانب الحقيقة هي تكلفة كتير كتير منخفضة أمام التكاليف العالية. لكن الحقيقة كعمل فردي يعني أنا عندما قمت بتصنيع هذا الجهاز كان العمل عبارة عن يعني متعب جدا ومضني، ويعني أخذ وقت 7 سنين بياخذ وقت كتير مني. لذلك لابد أنا بقول حتى يعني هذه الإنجازات وهذه الاختراعات حتى تنتقل من مجال الإنجاز إلى مجال الاستفادة المجتمعية منه، لأنه هذا شيء يعني بيدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام، يعني هذا شيء بيفيد مرضانا، بيفيد المجتمع، بيوفر على الدولة القطع الأجنبي. نعم دكتور. نعم. كمان خلينا نذكر أنه في مشفى زالزبورغ النمساوي. نعم. أطلق اسم طريقة العوف على الطريقة الجديدة بمعالجة تقويم الجراح للفكين اللي قدمتها حضرتك. نعم. خلينا نحكي عن إنجازاتك العالمية، يعني قد ايه حلوة هي الخطوة. نعم. أنه اسم طبيب سوري يطلق على طريقة جديدة مبتكرة بجراحة الفكين. بالحقيقة أنا بعام 2004 كنت بسالزبورغ قمت باختصاص بالتقويم الجراحي الوجه والفكين، وأيضا بزرع الأسنان وبناء العظم في جامعة سالزبورغ، مشفى جامعة سالزبورغ. أنا اخترعت طريقة جراحية جديدة تتعلق بالتقويم الجراحي للفكين. الطريقة هي عبارة عن بناء وتوسيع الفك العلوي بحيث أحادي وثنائي الجانب. هو بالحقيقة طريقة وجهاز أنا اخترعته. هي الطريقة والجهاز إذا كان إنسان عنده تشوه بالفك العلوي، يعني فك علوي ضيق أو غير متناظر، أنا الطريقة اللي اخترعتها عبارة عن طريقة جراحية بتبني العظم ذاتيا، بتحول الحالة من حالة مشوهة أو فك ضيق إلى حالة مثالية ونظامية. فإذا كانت غير متناظرة نحولها إلى حالة متناظرة ونوسع الفك العلوي من العظم ذاتيا. بالحقيقة الطرق القديمة اللي كانت بالحقيقة يعني نعمل فيها بالمشفى كانت بالحقيقة هي طرق يعني تقوم على قطع الفك العلوي وتوسيعه قصريا، عرفت علي كيف، وأحيانا نحتاج إلى طعوم. وأنا بالحقيقة سألت البروفيسور يوم كنت بالمشفى بجامعة سالزبورغ، هي يعني حتى أول ما اخترعت الطريقة بالحقيقة أنا كنت يعني عم بشتغل عليها بشكل كتير كبير. فأنا سألت البروفيسور، هو بروفيسور عالم كبير، بروفيسور كريستيان كرينكل، يعني هو من رواد الأوائل في التقويم الجراحي بالعالم. قلت له نحن الطريقة اللي عم نشتغل فيها بجامعة سالزبورغ نحن منقوم فيها أحادية الجانب، وإذا كان في عنا حالة غير متناظرة صعب أنه تساويها متناظرة، فشو الطريقة أنه نحن نساويها متناظرة وأثناء العمل ما نقطع الوريد والشريان الأنفي الحنكي. قال لي نحن الطريقة اللي عم نشتغل فيها بسالزبورغ هي أحدث طريقة عالمية وهي أفضل شيء. قلت له أنا بالحقيقة خطرت ببالي، حكيته بصورته، أنا خطرت ببالي طريقة جديدة إذا ساويناها نحن بنحول الحالة الغير متناظرة ومشوهة إلى حالة متناظرة، وبنتجنب نقطع فيها الشريان والعصب الأنفي الحنكي، وبنحافظ على جمالية الأنف. يعني بالحقيقة الطريقة اللي اخترعتها أنا إلى فوائد جمالية وفوائد وظيفية. قال لي شو الطريقة، فشرحت له إياها، قال لي ممكن تعد لي اياها، فعدت له اياها، فانسب كثير. قلت له اذا بتحب انا مساويها على جمجمي، اذا بتحب بجيب لك اياها. فجبت له اياها، قال لي طريقه كثير ممتازه. قلت له بكره في عنا مريض، بالفعل كان ثاني يوم عنا مريض لتوسيع الفك العلوي، عارف شلون، كان عنده حاله مشوهه بدنا نوسع له الفك. قلت له اذا بتحب بكره بنشتغل على الطريقه تبعي الجديده. نعم. قال لي بنشتغل بكره على الطريقه تبعك. فثاني يوم الحقيقه بالعمليات اشتغلنا على الطريقه تبعي. فهو كثير انسر، قال لي من اليوم هي اسمها طريقة العوف. أوه. قال لي ونحن عم نسجلها. قلت له أنا حابب أعمل فيها بحث علمي مقارنة مع الطرق السابقة. قال لي هذا كتير ممتاز. الحقيقة أنا أجريت بحث علمي عالمي بالتعاون مع مشفانا، وانتشر البحث العلمي بالمجلة الأوروبية جراحة الرأس والوجه والفكين الأوروبية، وأخذت الدرجة الكاملة الحمد لله، درجة امتياز. وأنا بالحقيقة شاركت في معرض الباسل الإبداع والاختراع فيها الطريقة هي.
والجهاز الجديد اللي ابتكرته بعام 2011، ونلت في الحقيقة الجائزة الذهبية الأولى، ونلت جائزة منظمة الموارد الدولية كأفضل اختراع بعام 2011. إن شاء الله ألف مبروك. وأكيد الدكتور السوري ما غريب عليه هذا الشيء، وأكيد دكتور حضرتك يعني ترفع الرأس بكل هاي الإنجازات، ونحن أكيد فخورين فيك. وخلينا قبل ما نختم نشوف الميداليات يلي حضرتك حاصل عليهم ونحكي عليهم، وأيضا التكريمات إذا فينا نشوفهم. هلا أنا فينا وصل هاي من وزارة الداخلية، هذا درع قوى الأمن الداخلي بالحقيقة. نعم، هذا تكريم من وزارة الداخلية للإنجازات اللي أجريتها بعام 2011 و2015 بالحقيقة. وأنا نلتك أيضا. نعم بالحقيقة. خلينا نشوف الثاني بعد اسمك. وسام الإخلاص من السيد، بتوجيه من السيد الرئيس، وسام الإخلاص من الدرجة الأولى، منحني يا سيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. لاختراع طريقة جراحية جديدة بالجراحة الفكية الوجهية. والحقيقة أنا وسام الإخلاص من الدرجة الأولى. نعم كمان. وأيضا الباقيين. منظمة الوايبو الدولية منحتني الجائزة الذهبية لمنظمة الوايبو الدولية. نعم مرسي. هاي كمان. وأيضا الميدالية. أنا شاركت بالحقيقة بمعرض ألباس الإبداع والاختراع، وحصلت على الميدالية الذهبية وجائزة أفضل مخترع العام 2015 على اختراعي. طبعا اخترعت ايضا اختراع ب 2015. انا في الحقيقه شاركت معرض الباسيل باختراع جديد يتعلق بمقدمه الفك العلوي. نعم. والتعويض عنا بالحقيقه كطريقه جراحيه وجهاز جديد، نلت عليها ايضا براءه اختراع، ونلت عليها جائزه افضل مخترع. نعم يعني نحن مثل ما بنقول دائما الطبيب السوري له بصمته الخاصه بحبه لمهنته، وخاصه لما يقترن هالحب بالابداع والابتكار ليسجل يمكن اختراعات وابتكارات طبية باسمه ويرفع اسم بلده. وقديه حلو انه نستضيف حضرتك لليوم، ونعرف المشاهدين اللي عرفوك على مواقع التواصل الاجتماعي على التلفزيون عبر شاشة الإخبارية السورية عن هالإنجازات المهمة اللي قمت فيها. نحن نقول لك ألف مبروك، إن شاء الله يا رب يا رب هيك دائما يكون في لك إنجازات مهمة وابتكارات مهمة، بما أنك ملم صرت بهذا المجال، وإن شاء الله بتنحل كل مشاكل الفكين عند كل العالم عبر أنا بالحقيقة بشكركم أيضا أنه أنتم فتحتوا الفرصة لتعريف بالحقيقة الإخوة المواطنين بالاختراع الجديد اللي بفيد طبعا الوطن وبيرفع من اسمه. وأنا طبعا بتشكر يعني بتشكركم، وبتشكر أيضا نقابة أطباء الأسنان بسوريا اللي هي كان إلى دعم الكبير في هذا الموضوع، وتشكر وزارتي بالحقيقة كمان أيضا كان إلى دعم. والأخير لابد من يعني كلمة شكر لعائلتي اللي هي طبعا تحملتني كثير على هالهي. نعم أكيد اختراع العوف عالمي، وإن شاء الله بنشوف اختراعات العوف 2 و 3 و 4 وإلى حد لا نهاية، يعني إلى لا نهاية مثل ما بيقولوا من الاختراعات. كثير بدنا نشكرك دكتور، وبدنا نرجع نقول لك ترفع الراس ويسعد صباحك. شكرا لكم، صباح الخير للجميع، الله يعطيكم العافية.